هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان المبارك من السنة؟ وماذا يجب على المسلم أن يدعو به في تلك الليلة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. لا أعلم دعاء خاصا يقال عند دخول شهر رمضان، وإنما الدعاء العام عند سائر الشهور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال في رمضان وفي غيره يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا الدعاء الوارد عند رؤية الهلال برمضان وغيره. أما أن يختص رمضان بأدعية تقال عند دخوله فلا أعلم شيئا في ذلك. نعم. شكر الله لكم. أيضا يقول: لكن لو دعا الإنسان المسلم بأن يعينه الله على صوم الشهر وأن يتقبل منه فلا حرج في ذلك، لكن لا يتعين دعاء مخصص لهذا، وإنما يدعو المسلم بأن يعينه الله وأن يتقبل منه ويحمد الله عز وجل على أن بلغه رمضان. نعم. شكر الله لكم.